هذا التكتيك وهو التنظيم داخل الملعب يحتاج فترة إلى التعود. جماهير النصر أيضا غير راضي عن المدرب كذلك، طبعا جماهير أهل جدة باعتبار أنه أهل جدة لأول مرة ثلاثة جولات بتعادل، كيف رأيت عموما الثلاث جولاتنا؟ نعم، بالنسبة للثلاثة جولات، ثلاثة جولات صعد عن شكل معروف لبعض الفرق زي الفيحاء مع مدرب الصربي، وصلوا إلى 7 نقاط، حققوا فوز على الاتحاد في المباراة الأولى في المجمع، وهو فوز مهم جدا كان له جانب معنوي كبير. نعم. بعدها يتعادل مع الفتح في الإحساء خارج أرضهم. نعم. وبعدها رجعوا فازوا على حائل الصاعد، على الطائل الصاعد أيضا في حائل، وصلوا إلى 7 نقاط. في أندية واجهتها مشاكل كبيرة جدا زي الشباب الموجود في ترتيب متأخر جدا. نعم. بالنسبة لأندية الهلال والنصر، نعم الجماهير محقة تماما في احتراضها. الجانب الهجومي في الهلال، الهلال يلعب بال4-4-2 بعد سنين طويلة مع ال4-2-3-1، شاهدنا سوء هجومي كبير جدا وعدم تنظيم وعدم وجود شكل معروف. ما نقلل من قيمة المدرب، لكن الشكل الهجومي اللي بيلعب به الفريق حاليا غير مناسب. انت تتكلم عن انه الهلال حاليا بعد 3 جولات عنده 3 اهداف. نعم. ده سجل سيء جدا بالنسبة للهلال يمكن في اخر 20 سنة ما حصل.